السلام عليكم، انا نجلاء الحميدي ودي قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي. بص بقى، خلينا واضحين بقى، واللي بيحب الاكله اللي هنعملها النهارده مع بعض دي يعمل لها لايك، اللي ما بيحبهاش يعمل لها ديسلايك، واعتقد ناس كتير ما بتحبهاش. بص بقى، اكلتنا النهارده طعمها حلو، اعتقد يعني لو بتحبوها اعملوها لايك. هنعمل النهارده مع بعض المخاصي بطريقه جميله، بطريقه المطاعم الكبيره، بطريقه صبح كابر، حاجه حلوه جدا. بصوا بقى، انا معايا هنا المخاصي، هنضفها مع حضراتكم. تنظيفها سهل جدا. بصوا، انا بروح بجيب السكينه وبفتحها كده، هي ليها قشرتين. بصوا، انا اول واحده هشيل القشره الاولانيه معاكم، بتتشال بكل سهوله زي ما حضراتكم شايفين كده بالظبط. والقشره التانية برضو هشيلها مع حضراتكم بكل سهوله، اهي بالسكينه كده على خفيف، وبشيل الجلده التانيه. هما جلدتين، بشيل الجلدة الاولى والمرة التانية بشيل الجلدة التانية. سهلة، اعملها بايدك، ما تعملهاش بالسكينة علشان ما تقطعهاش معاكي، بتتشال بكل سهولة. تمام كده. ممكن انتي لو ما بتعرفيش تعمليها تخلي الجزار يعملها لك، لكن دي كانت بتاعت الضحية فانا عملتها زي ما حضراتكم شايفين كده. بقطعها بقى نصين وبقطعها لقطع صغيرة. بصوا، انا هعمل معاكم التانية اهي، هشيل التانية مرة واحدة، الجلدتين هعملهم اهو على خفيف، وبضوافر كده بروح شايلة الجلدتين مع بعض بنفس الطريقة دي بايد حضرتك كده، سهلة جدا ما فيهاش اي صعوبة خالص. واعتقد القليل اللي بيحبها، فطبعا لو متحبهاش وعايزين تعملوا ديسلايك مفيش مشكلة، اعملوا بصدر رحب، انا متقبلة طبعا. تمام كده. وبقطعها قطع صغيرة زي ما حضراتكم شايفين كده. باخدها بقى بغسلها بدقيق، بحط عليها دقيق وملح، وبعد ما بغسلها بدقيق وملح بسيبها في الدقيق والملح، وبكون عصر عليها ليمونة ربع ساعة. بعد كده بصفيها وبغسلها بالمية نظيفة خالص. بعد كده بعصر عليها 3-4 ليمونات كده حلوين، وبسيبها في الليمون بتاعها ده لمدة نص ساعة او اكتر. تمام كده. بقلبها كده علشان الزفرة بتاعتها، هي بتبقى زفرة لكن بتعمليها بالخطوات دي ما بيكونش لها اي زفرة خالص. نيجي بقى لطاسة على النار كده معانا، وبحط انا على فيها معلقة زبدة كبيرة. تمام. بعد كده المخاصي اهي زي ما هي، هي بقالها ساعة كمان في مية الليمون، بطلعها من مية الليمون وتعمل اللي هي اللي حضراتكم شايفينها في الجريل او في الطاسة كده. تمام. بقلبها كده شوية في الزبدة. بصوا، هي كلها على بعضها ما بتاخدش معانا 10 دقايق بالكتير علشان ما تشدش معانا. انا مقطعه فلفل كده، حبه فلفل بلد، اوكي فلفل حامي براحتك، ومعلقه من الثوم. بعد ما اديتها تقلبتين في الفلفل، نيجي بقى للبهارات بتاعتنا، الخلطه السريه الجباره بتاعتي. بصوا بقى، معايا هنا معلقه صغيره من الزنجبيل، معلقه صغيره من الكزبره المطحونه، ومعلقه فلفل اسود، معلقه كمون. ده بقى ميكس بقى من البهارات. ده معايا قرفه، على جوزة الطيب، على حبهان مطحون، على كوبيبه صيني مطحونه، على وروز ميري. تمام. معايا هنا بقى وحدتين من المستكه زي ما حضراتكم شايفين كده، ومعايا كمان حوالي 3-4 فصوص من الحبهان الصحيح. بفتحهم بس كده وبنزل بالبهارات دي زي ما حضراتكم شايفين كده على المخاصي بتاعتنا. الخلطة دي جبارة، خلطة سرية ورائعة جدا، اعمليها بنفس الطريقة دي هتعجب حضرتك جدا بجد. تمام. بعد كده في الاخر بديها رشة من الملح. تمام. وبديها تقليب. بعد كده معايا هنا الفلفل الحامي، ده فلفل احمر مدقوق في فص توم، بنزل بيه بقى كده زي ما حضراتكم شايفين، وديهم تقليبه. خلاص كده، بعد ما خلصنا بجيب معايا معلقه من الليمون وعصرتها عليها. بعد كده بقى حطيتها انا في الطبق ده على بقدونس كده اخضر، زي المطاعم بالظبط ما بتعمل. ده معايا هنا طحال وفشه، لو عايزين ابقى اعملها لحضراتكم ابقوا اكتبوا لي في التعليقات. المخاصي بتاعتنا هنا مستوية وجميلة. طبعا الطحال والفشة انا سلقتهم عادي زي ما بنسلق اي لحمة، وبعد كده بحمرهم في نفس التتبيلة والبهارات بتاعتنا بتاعت المخاصي. اتمنى يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم، ما تنسوش لايك. دمتم في رعاية الله وحفظه.